نعم. فضيلة الشيخ حفظك الله، قمنا برحلة إلى دولة عربية مجاورة، فصلينا بعد المساجد، فكان المؤذن إذا انتهى من الأذان يذكر بعض الأقوال، مثل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا أيها النبي الأمي، مثل هذه الأقوال بعد انتهاء من الأذان، وعند الإقامة كذلك يدعو بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة، وعندما ينتهي يقول نفس الكلام، وعند السلام عند انتهاء من الصلاة كانوا يذكر المصلين بالورد، مثل يقول مثلا قل هو الله أحد ثم يكملون، ثم يقول أول شيء الله لا إله ثم يكملون، ثم يقول قل هو واحد ثم يكملون، وهكذا جماعية. فما رأيكم؟ نعم جماعية. نعم. ما رأينا أنها لا كله من البدع، لأن الأذان لا يحق به شيء، والإقامة كذلك، وكذلك بعد السلام ينصرف الإمام إلى الناس وهو يسبح وهم يسبحون، كل على 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 نفسه، وهذه مع الأسف أنها قد تكون في بعض البلاد الإسلامية. ومن المعلوم أن إحياء البدع إماتة للسنة. نعم. يعني الحمد لله إحنا ذكرناهم بذلك، ولكن هل يصلى معهم أم لا؟ إن وجدت مسجدا ليس في هذا البدع فلا تصلي معهم، وإن لم تجد إلا هذا فصلي، ثم إذا سلمت انصرف، لا تتابعهم في هذه البدعة.